لله الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقينا من الشرك والنفاق والضلال والزيغ والأهواء ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ومثلها في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أيها الأحبة الكرام إن المسلم الحق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتشوق لمعرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم خلقية وخلقا خلقة وخلقا بل يود كل مسلم لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بأهله وماله بل وفد النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك وذلك حبا في هذا الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ولد بمكة المكرمة وترعرع ونشأ فيها صلى الله عليه وسلم محفوظا بحفظ الله ومصونا بصونه يرعاه الله عز وجل ويهيئه لهذه الرسالة العظيمة الخالدة التالدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا بمكة المكرمة رسولا فيها بعد البعثة ورسولا بالمدينة المنورة كان قوي البنية صلى الله عليه وسلم صبيح الوجه وسيما جميلا صلى الله عليه وسلم من رآه من بعيد هابه ومن رآه من قريب أحبه ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأحبه كان كبير الهامة صلى الله عليه وسلم أسود الشعر عريض الجبهة صلى الله عليه وسلم في جبهته عرق إذا غضب انتفخ فصفة النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه
كالقمر، بل هو أفضل وأحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، كان عريض المنكبين، المنكبين صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشى مشى هونا متواضعا صلى الله عليه وسلم. صفاته الخلقية لا نستطيع حصرها ولا عدها، فقد أثنى الله عليه ومدحه من فوق سبع سماوات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع الضعيف والفقير ويأكل مع الخدم صلى الله عليه وسلم، ويمشي مع المحتاج حتى يقضي حاجته له صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في بيته ومع أهله فكان يعينهم صلى الله عليه وسلم في شؤونهم، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويعجن العجين، ويكنس صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. وإذا حانت الصلاة ووقت الصلاة خرج توضأ وخرج للصلاة بالناس صلى الله عليه وسلم. كان جل ضحكه التبسم، يتبسم في وجه أصحابه ويتبسم في وجه الناس أجمعين، يصافح الناس صلى الله عليه وسلم ويسلم على الناس صلى الله عليه وسلم، على الصغير والكبير صلى الله عليه وسلم. وكان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. كان كريما يعطي من لا يخشى الفقر، حتى الرجل يقول لأهله ولقبيلته: جئتكم من رجل لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. كان كثير الحياء يستحي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله، فكان يغضب ويعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصمت، لا يتكلم إلا بحق، لا يتكلم إلا بحق. كثير الذكر لله عز وجل، يتأمل في الكون، يتأمل في الكون ويستحضر عظمة الله عز وجل. يقول الحق ولا يعين الأشخاص فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. فسيرته معلومة معروفة لدى أصحابه ولدى أعدائه، حتى أنه كان يلقب بمكة المكرمة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. كان العدو يأتي بأمانة لا يضعها في يد صديق ولا يضعها في يد حبيبه، إنما يضعها في يد عدوه وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحافظ على هذه الأمانة ويردها له. ولذلك لما أراد الهجرة صلى الله عليه وسلم وترك عليا في فراشه وأوصاه بأن يرد الودائع والأمانات إلى أهلها، هذا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان رحيما رؤوفا حليما شفوقا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله ذلك في هذه الآية العظيمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فهو كان يأخذ بالأسباب ويعلم أصحابه بالأخذ بالأسباب، ويعمل على عزة أمته صلى الله عليه وسلم. فرسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تاج الشرف على رؤوسنا، تاج الافتخار على رؤوسنا، تاج العزة
لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد هدانا الله عز وجل بهذا النبي العظيم بإذنه سبحانه وتعالى. هدى الله هذه الأمة من ضلالة وجمعها من شتات وقواها من ضعف. كانت الأمة العربية لا يحسب لها حساب، تعيش على جانب وهامش الحياة، لا يقدر لها قدر، لا يقدر لها قدر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله وحده بمكة المكرمة ودعا إلى الله عز وجل 13 سنة وهو يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، تفلحوا وتملك بها العرب والعجم. ثم انتقل إلى المدينة المنورة وكون فيها أمة قوية، دولة فتية أساسها التوحيد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وانتشر الإسلام في الآفاق، وانتصر الإسلام في كل مكان، ودخل كل بيت في الجزيرة العربية، كل يلهج بهذا الإسلام. فأنزل الله عز وجل آية عظيمة تبين انتصار وانتشار الإسلام في حجة الوداع، فقال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان آخر سورة من القرآن الكريم التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الله فيها انتصار الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا رسولكم، هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأحبوه بقلوبكم ونفوسكم وأفئدتكم وجوارحكم وأهليكم وأولادكم وأموالكم. أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أظهروه في كل مكان، صلوا عليه وأكثروا من الصلاة والسلام عليه. فإذا ذكر اسمه فقول بملء فيك وافتخر وتشرف بالصلاة والسلام عليه، قل ارفع صوتك بها: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وقد أمركم الله بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انشروا سيرته، انشروا سنته، فطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك على ذاتك، فتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، تأس به. فإذا تأسيت واقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعته، وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من أهل السعداء، وأنت من أهل الجنة، وأنت من أهل الخير، لأنك مت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لنظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم للعالم في كل الوسائل التي نستطيع أن ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. لنقول: أولئك الذين يكرهون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبغضون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنقول لهم كما قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. فالله نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم حيا، وهو حي بيننا، حي بيننا. نصلي فنقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الأذان: أشهد أن محمد رسول الله. في الإقامة، إقامة الصلاة: أشهد أن محمدا رسول الله. فنصلي ونذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وهو باق خالد تالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما أولئك فهم المقطوعون وهم المبتورون، فقال الله: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك، إن مبغضك يا محمد
هو الأبتر. فاللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فقد سمى الله محمد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية، فقال: أنت عبدي ورسولي. أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا بالجنة ونذيرا بالندالة لمن عصى أمره. أنت عبدي ورسولي أفضل صفة، وهي العبودية، أن تكون عبدا لله. وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا ورسولا، سميتك المتوكل، فكان أشد الناس توكلا على الله، وهو سيد المتوكلين، وهو سيد المتوكلين، يتوكل على الله في كل أمر، يتوكل على الله في القول والفعل وحركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. صفاته فليعلم العالم، هذه صفات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لينا، كما أن جسده كان لينا، فقلبه كان لينا، وأخلاقه كانت لينة، صلى الله عليه وسلم من رآه أحبه، ليس بفظ ولا غليظ، لا يشتم ولا يسب ولا يلعن، صلى الله عليه وسلم ما يقول لأحد: لم فعلت هذا ولم لم تفعل هذا، فكان يغضب، لا يغضب على أحد إلا إذا انتهكت حرمات الله، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالسين أو الصاد، صخاب الذي يرفع الأصوات في الأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض صوته، صلى الله عليه وسلم كان يخفض صوته، ولذلك أمرنا ألا نرفع أصواتنا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم يجب أن نتبعه، يجب أن نطيعه، يجب أن نحبه، يجب أن نتأسى به، يجب أن نقتدي به، يجب أن نظهر محبته وسيرته بين الناس أجمعين. فالله الله أن نسأل أن ينصر دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم على راية الإسلام، اللهم على راية الإسلام، اللهم اجعلها خفاقة على الأرجاء والكون كله. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ارفع راية التوحيد، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما في خير الإسلام والمسلمين، وأصلح ولي عهد مولى الحسن، وأنبت نبات حسنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.